رنا الجميلة، بتبيعي ايه؟ عرفي نفسك الاول. انا بري سيلز. لا هتعلي صوتك كمان. انا بري سيلز بيها ماسو سكيورتي اكسبرت. اه يعني ايه بقى سكيورتي اكسبرت بقى؟ سكيورتي اكسبرت هو الاكسس. تعالي كده عشان تبقي ناحيه المايك معلش. سكيورتي اكسبرت هو الاكسس كنترول سيستم، هو بيتكون من الكنترولر بتاعنا. يعني ايه كنترولر بقى؟ كنترولر هو زي الدماغ بتاع السيستم بتاعنا، انا بقدر اديله الاكشن، هو يقدر سوري يدي الاكشن بتاعتنا. بس انت نطيتي الاكسس كنترول سيرفر والحاجات دي واحده واحده عليا كده، عشان انا الحاجات دي بالنسبه لي ايه طلاسم. اوكي، الاكسس كنترول عامه بتاعنا كشنايدر بتوفر حاجتين، الهاردوير والسوفتوير. يعني انا الاكسس كنترول الكارت اللي انا بحطه كده على عشان اخش البوابه والكلام دوت، ده السيستم كل الكلام ده احنا مش شايفينه صح، ده بيبقى موجود هيدن، انا بنشوف بس الكارد ريدر اللي في وشنا. انا بشوف الكارد ريدر حتى اللي انا عملت كده على الكارد يقدر ان هو يلمس. اه وده بقى السوفت وير ده اللي بيدينا الاكسس. طب كده يقول لك هنا اذا في الارم حصل ودي الكارد ده دخل اهو، الكارد ده دخل الوقت الفلاني تبع الجروب الفلاني، رقم الكارد بتاعه اهو صورته اهو، يبدا يقول لك ان انا حصل اكسس عندي من خلال الريدر بتاعي. حلو، فانا دلوقتي ده الحاجه الوحيده اللي ظهرها لي انا كيوزر الكارد ريدر. من اول بقى ما اطلع الكارد ريدر احكي لي القصه بقى انت بتحصل ازاي. الكارد ريدر ده بيتوصل بطريقتين، الا وصله على طول على الكنترولر بتاعي، الكنترولر بتاعي ده هو الدماغ بتاع السيستم اللي هي بتدي الريدر تقول له دخل البني ادم ده او ما دخلش. فوانس ان انا خدت منه الاكشن انا اوكي ده ليه الاكسس بتاعه افتح له، ملوش الاكسس بتاعه يبدا يظهر لي الارم. الارم ده بيظهر فين؟ بيظهر في السوفت وير عندي هنا، كل دي الارمات. الاكسس ده ايه؟ مش هينفع، او ان الدور حاول يتفتح بالعافيه، او وات ايفر حصل اكشن او ايفنت مش المفروض ان يحصل، يبدا يظهر الالارم باللون الاحمر. تمام. فانا بوصل الاي او ديو سوري الريدر بتاعي بالكنترولر بتاعي. بالكنترولر بتاعي هو ده. تمام؟ طيب انا الكنترولر بتاعي ده بيتحكم بس بابين، فبحتاج له دور اكسبانشن تاني. يعني ايه دور اكسبانشن؟ يعني حاجه زي الاكسباند الابواب اللي الكنترولر يتحكم فيها، فابدا ان انا ازودها بحيث ان انا اتحكم في مبنى كامل مش بس اتحكم في مبنى. اه الكنترولر ده يعني بياخد الكارد ريدر وده اللي بيطلع الاوتبوت للقفل عشان يفتح الاكس. تمام. يقول للقفل يفتح او يقفل. بعد كده بدخل على حاجه اسمها الاي او مديول. الاي او مديول ده عباره عن ايه؟ ده مديول بتحكم بدخل عليه كل السنسرز بتاعت السيستم بتاعي. يعني ايه السنسر بتاعت السيستم؟ يعني ساعتها انا محتاج السيستم بتاعي مقفول عليا بعد الساعه 5 محدش يدخل خالص. اعرف منين اذا كان حد دخل او خرج، ده ممكن ادخله على طول على الاي او مديول بحيث انا اقرا منه على الكنترولر واقول للسيستم بتاعي في السوفت وير لو سمحت في بني ادم عندي في الشركه في الاوفيس، فيطلع الالارم او يطلع السريع او يعمل الاكشن اللي انا مبرمجاه السوفت وير هو يعمله. حلو قوي. يبقى احنا بيكون عندنا اكسس كنترول ده بيبقى واخد مجموعه واخد الباور باور سبلاي، وده الكنترولر وده اوكي، وهو ده الباور سبلاي هي اللي بتعمل باور للكارد ريدر. الكارد ريدر ممكن يتدخل كمان بالبان، مش بس مجرد الكارد بتاعنا هو ده، لا ممكن كمان بالبان كود ادخله بان كود، او ممكن البان لوحده او الكود لوحده او الاثنين مع بعض. انتوا شنايدر مع بعض بتعملوا بروما. شهاده جامده ليك.